السلام عليكم خويا الروبان. وعليكم السلام اخويا. ما كيبقيتي شوي؟ شوي شوي الحمد لله الله حفظك. الحمد لله الله يسعدك. امين اخويا الله حفظك. وانا جبت لك شي حاجه تاكل. كلشي بخير اخويا الله حفظك. اش داش راسك؟ تقول شي كيف نتلاصق تعلم. وعزتك اخويا الله حفظك. يلا خير روبان خليك ترتاح. يلا الله يجيب لك الشيء. امين اخويا الله يحفظك. يلا ان شاء الله اخويا في راسك. فين بروكاني؟ هاني فين هاني؟ قالوا لي مريض السطاط. شنو قال لك؟ والله الا بقيتي يا خي وما فرش في راسك واخا مريض راه عندك القسام. اشرب لك هاد الحليب هادي ماشي انت صاحبي راه مريض زعما اصاحبي راه الدماء هادي ديما نضرب لك الشك اصاحبي. هلا باقي عندك شي امل تعيش السطاط؟ ناز عليا يا صاحبي. اسكتنا صافي خلينا نقضي وما نقصي يا صاحبي. انا مريض اصاحبي انت سبحان الله صاحبي. علاش جاي؟ علاش علاش انا بحالك وقع جدي الله يرحمه بحالك كان مريض اصاحبي. وجهك صفار اصاحبي باينه داخله فيك الموت. جبت لك عين انا صاحبي. علاش جاي عندي اصاحبي؟ واش كاين؟ المهم انا غنمشي غندير لك هادشي بعدا نسيت. والمهم غدا ان شاء الله غندوز عندك وانا ديت لك هادشي. حق صافي انت غدا غتكون متي ورا غدا غنضربك على الكسكس والدجاج. انت اصلا غتكون ماتي الله يرحمك. انا ديت كلشي وتهلا. Thank you.